كان سؤالي للكابتن احمد، يعني خدوا بالكم انه كاس العالم او المرحله الاخيره من كاس العالم مش بعيده، احنا بنتكلم على مارس، وبالتالي انت بتتكلم على 3 شهور عندك فيهم ارتباطات كبيره جدا. الفرصه الاولى هي كاس عرب، وبعد كده تروح امم افريقيا، وفي النص هيبقى فيه شويه حاجات كده تفاصيل، سواء مشاركه الاهلي في سوبر افريقيا، مشاركه الاهلي في كاس عالم انديه، وبالتاكيد طبعا استمرار الدوري. ولكن هل شايف انه، وده كان سؤالي، هل شايف انه البطولتين دول استعداد كافي لمنتخب مصر قبل ما يروح المرحله الاخيره قبل القرعه؟ طبعا احنا مش عارفين لسه هنلاعب مين لغايه دلوقتي، وان كنت انا بشوف انه اي فريق من التسعه هيستوجب علينا استعداد بشكل كويس جدا. في ناس تقول لك لا، لازم يبقى في لقاءات اوروبيه، يعني ما نكتفيش بس بالبطولتين دول، مع ولا ضد الفكره دي او الراي ده؟ لا انا معاك طبعا، يعني دول هيبقوا استعداد قوي جدا جدا بالنسبه لك. هو انا للعيبه اللي مش محترفه، فهي عندها احتكاك جيد جدا في بطوله كاس العرب، احتكاك قوي ابتدى من مباراه بكره، بعد كده هتروح للدور الثمانية، بعد كده دور ربنا كرمك السيمي فاينل والفاينل، فهتقيس نفسك حتى كمان عربيا انت رحت فين. ما هو انت برضو ما تقولش انا اللعيبه مش عندي، ما هو برضو نفس الفرقه اللعيبه الثانيه مش عندها. النهارده المنتخب السعودي بيلعب تقريبا بالسكند كله المنتخب الشباب يعني، تمام. بطوله افريقيا طبعا مختلفه، لان فيها كل العناصر، كل الفرق موجوده، كل اللعيبه المحترفه بتاعتها بتستدعيها، هتبقى برضو بطوله قويه جدا جدا جدا. انت خد بالك على ملعبك وفي وسط جمهورك، البطوله اللي فاتت تخرجت من دور ال 16 وفرقه كانت غير مصنفه او غير مؤهله ان هي تاخد بطوله، تصعد للادوار السيمي فاينل في بطوله افريقيا، وحتى كمان لبطوله كاس العالم. طلعت من جنوب افريقيا في دور ال 16 على هنا على ملعبك وفي وسط جمهورك ومعاك كل اللعيبه المحترفه بالنسبه لك، فكانت نتيجه غير جيده بالنسبه للمنتخب المصري. وده المقياس. المنتخب النسخه اللي انت بتتكلم عليها دي تختلف عن النسخه اللي موجوده معانا دلوقتي؟ لا على الاطلاق. ليه هتختلف؟ ليه يعني عشان انت تلعب بره ملعبك يعني؟ لا، من حيث المستويات، من حيث الاداء الجماعي، من حيث القدرات، من حيث كارلوس كيروش. ما هو انت برضو خد بالك، انت المقياس بتاع كارلوس كيروش مش هنقيسه برضو، قلنا على ليبيا وعلى انجولا يعني هتقيسه على ايه يا كابتن؟ ما ينفعش يبقى ده المقياس. هتقيسه على ايه؟ تقيسه على الجزائر والمغرب؟ نقيسه على الجزائر، نقيسه على المغرب، تمام. نقيسه على الجزائر، نقيسه على المغرب، نقيسه في بطوله افريقيا مع غانا، مع تونس، مع كوت ديفوار، مع نيجيريا. دي الفرق. هو انت النهارده عشان تصعد كاس العالم هتلاقي واحد من مين؟ واحد من التوب فايف، صح؟ مظبوط. اللي هم مين؟ تونس، المغرب، الجزائر، السنغال، نيجيريا. فرق قويه جدا 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 جدا، مفيش فرقه هتتهاون معاك، خاصه في الصعود لكاس العالم، مفيش فرقه هتتهاون. فانت لو كسبت وربنا كرمك ان شاء الله هتبقى اخذت الكلام، اخذت او صعدت بمجهود غير طبيعي وبتركيز غير طبيعي. فالنهارده كارلوس كيروش عشان نقيس مدى قدراته فعلا الفنيه، فلازم نقيسها مع فرقه من الفرق الكبيره دي، فرقه كبيره. سريعا جدا عشان عايز اتكلم بقى على ماتش النهارده بالليل، واشوف رؤيتك للطريقه وللتشكيل، وازاي مجيد بوقره هيفكر في المباراه، وازاي كارلوس كيروش برده هيفكر في المباراه، وهنسمع تصريحاتهم بالمناسبه في المؤتمر الصحفي. لكن انا ما قلتكش وما شرفتناش في السادسه من يمكن من قبل ما تولى كيروش المسؤوليه، فعايز اسالك. مزبوط. فتره تعتبر كويسه. قدرت تقيم الراجل، حسيت بفارق في شكله وفي شخصيه المنتخب مع كارلوس كيروش عن المرحله اللي كان فيها قبل كده كل المديرين الفنيين مش بس كابتن حسام بدري؟ بص، الراجل عنده شخصيه. خد بالك انت لما توصل لمرحله انك تشتغل ريال مدريد، مانشستر يونايتد، الفرق الكبيره، يبقى انت راجل عندك شخصيه، فاهم قصدي؟ واي اهم حاجه يتميز بها المدير الفني يكون عنده شخصيه مع اللعيبه في الاختيارات، ما يفرقش معاه القيل والقال. بمعنى النهارده لما يبقى انت معجب بيه بقى كابتن احمد؟ لا انت يعني انا ما فيش بيني وبينه حاجه. انا بقول لك هو راجل اكتر حاجه واضحه فيه هي الجزئيه اللي انت بتتكلم فيها. شخصيته يعني دي مهمه جدا جدا، كيف تتعامل مع النجوم، تمام، وكيف تدير المنتخب. منتخب مصر انت بتتكلم على لعيبه محترفه، ممكن ما تفرقلهاش ان هو يجي المنتخب او ما يجيش، ممكن ما تفرقلوش يعني، مع ان شرف طبعا كبير جدا ان اي لعيب في العالم يرتدي تيشيرت المنتخب بتاعه، بس اقصد ان في ماتش من الماتشات ممكن يبقى في خناقه بينه وبين المدرب، وما يفرقش معاه انه يجي يلعب مباراه وديه او مباراه مثلا تحصيل حاصل او مباراه في الاستعدادات هكذا يعني. لكن لازم عشان كده يستدعي على او حاجه من الحاجات الاساسيه والرئيسيه جدا ان المدير الفني للمنتخب يبقى عنده شخصيه قويه، يبقى عنده كاريزما، مش اللعيبه بتخاف منه بس بتحترمه، بتحترم قراراته. طب ده في ناحيه الاداره، لكن الكوره هل حاسس انه الاداء فنيا منتخب مصر اختلف او اتطور؟ اختلف الفتره اللي فاتت، اختلف كتير. الراجل واضح انه بيبص كتير، بيتفرج، بيقيم،
وده شيء جيد جدا بالنسبه لنا احنا كناس بنحب منتخب مصر او كناس سبورتد لمنتخب مصر. تمام، واضح ان هو اللي بيأدي بشكل كويس مكانه موجود في المنتخب، بيدي فرص كتيره للعيبه كتيره جدا جدا، واضح انه عايز يشوف اللعيبه اللي انت بتتكلم على قوام منتخب بتشكل من 8 انديه تقريبا. طبعا ما هو عشان كده بقول لك النهارده بياخد حد من بيجيب من كل الفرق بالظبط، البنك الاهلي جاب بالظبط كده، يعني بيجيب من سموحه، بيجيب لعيبه من يعني عنده يعني مفتوحه بالنسبه له، الاختيارات مفتوحه، مين بيلعب كويس، مين لفت انتباهه، فبالتالي هيديله فرصه مع منتخب مصر. نعم، مش كل اللعيبه دي هتروح لبطوله افريقيا ولا كل اللعيبه دي هتشارك في الماتشين بتوع الكواليفيكيشن، تمام، لكن فرصه جيده، حتى كمان تدي فرصه للعيبه انه يبقى عنده رغبه وطموح في انه يروح لمنتخب مصر. انت ساعات المدربين بتقفل على انديه محدده او لعيبه محدده، فما بيديش فرصه للعيب كمان انه يبقى عنده طموح يروح المنتخب، فدي حاجة جيدة جدا في كارلوس.